الشهيد محمود يحيى اللي تجهل الناس تقريبا اكثر شعب البحرين للحين ما عرفه منه الشهيد محمود يحيى. الشهيد محمود يحيى مثل ابطل اللي قولتنا اروع عن انواع البطوله. الشهيد محمود يحيى فدائي بحق الكلمه. يعني يمكن الشباب اللي جو عندنا سجن جو كان اكثر من شخص، الى واحد طاح الفاني سنده كان في سناد اليه، لكن الشهيد محمود يحيى راح بروحه، راح ما سوى ساتر، راح هو الساتر امام نقطه الجيش حامل سلاح الايمان وسلاحه، واقف امام نقطه الجيش تقريبا 500 متر في وجههم حق الين طلعنا احنا من السجن وصارت ضرب جرس الانذار من تتحرك نقطة الجيش عشان يسكرون علينا الشارع، لأن احنا في الشارع طلعتنا لازم نمر على هذا الشارع على هذا الخط، فاحتمال توصلهم برقية يطلع نقطة الجيش يسكرون الشارع بعد ما عندنا مفر. فكان الشهيد محمود يحيى راح وقف أمام نقطة الجيش 500 متر فركن السيارة وقف، إنه في حال تقدم الجيش هو بيكون ساتر بيقاومهم عشان احنا نطوف. يعني الشهيد محمود انا اعتبره ما شفت نفسه في الفداء. يعني الشهيد محمود يحيى ثاني، يعني الشهيد محمود يحيى في شهادته في الشهادة نفسها هو ما استشهد برصاص الشهيد محمود، واستشهد في نفس اليوم اللي استشهد فيه رضا الغسرة، لكن طريقة استشهاده طريقة بطولية. ما أنا ما أقول أنه يختلف عن رضا الغسرة في البطولة والجرأة والإيثار وحب الإيثار. يعني هو كان في الطراد نفسه، كان في على قولتنا الكابينة مالت الطراد، فصارت الملاحقة صار الرمي، هو ما يدري أنه صار رمي، ما يدرون كان ولا في الكباين نفسه. فمن اللي بطل الكابينة عليه عقب ما استشهد رضا، عقب ما استشهد ربان سفينة النجاة على قولتنا الشهيد محمود مصطفى، بطلوا اللي هو قوات الخاصة هم اللي بطلوا على محمود. محمود من طلع شاف الدم، شاف الشهيد رضا الغسرة مطروح مستشهد يعني رصاص وهذا، فهو ما تحمل محمود. يعني جرأته هذه اللي في هذا الموقف انه يسحب سكين من كيس، عنده سكين يسحبها ويقاومهم بسكين، هو قتلوه بسكين طعنوه في رقبته الثاني في عنقه يعني واستشهد. هذا محمود يحيى.